صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كوتو آدم. انتظروا الجديد يا بلد التقليد. النهاردة ان شاء الله احنا جايين بفيديو مبسط كده عن اللي انت تعرف ازاي تقدم التحديق للحمام، عشان خاطر الناس المرة اللي فاتت لما نزلنا الفيديو بطريقة عمل التحديق. فاحنا النهاردة جايين باللي انت ازاي بتقدمه للحمام او ازاي بتتعامل مع الحمام بالتحديق ده، وان شاء الله دولت اللي احنا هنتكلم فيهم سلسلة. يلا خد العنوان عشان تعرف تنام. ده اللي هو هنعمل سلسلة ان شاء الله ازاي تعرف تنش حمام على الحيطة. داخلين المعلم سيف. صباح الفل يا كبير. حبيبي يا معلم. النهاردة يوم اجازة، طالعين النهاردة اللي احنا بنظبط السلكة بتاعتنا، بنشوف اللي هو بنيجي اول حاجة بنعمل عملية تنظيف الطواجن اللي هو تحته حصى، اللي هو تحته زغليل، بنشيل اللي هو الطواجن اللي هو الزبل اللي تحتيه او اللي هو التحديق اللي تحتيه. دولت احنا كنا عاملين شوية التحديق اهو، وادي اهو بعد ما بيتوسخ التحديق وكده اهو، اللي هو بقى بيبقى شوية الزبل، بيبقى شوية اللي هو التقشيط اللي انت رميه، باقي الكلفة ده اللي هو بيبقى عامله اللي انت تلمه خالص. وبتبتدي بقى اللي انت بتحط لهم تحديق جديد. بتمسك الطاجن، وريني كده معلم بتعمل ايه. تقول لنا يا عم بتعمل ايه يا عم؟ بجاحة الطاجن يا باشا. اه دي الطاجن اهو، هو ما فيهوش اي حاجة، نضيف. هذا هو بيكحة الطاجن. ده كنا حاطين التحديق اهو، هو القص بيفضل اهو، وريني كده بيجي. ما بتملاش انت الطاجن لغايه الاخر، بتعمل ايه؟ بحط شويه، بحط كبشتين كده. بتحط كبشتين في قلب الطاجن كده، لو كان زغلين او ان كان اللي هو حصويتين. الله ينور عليك يا كبير. هذا اهو واحد عكس التاني. بص الفنان اهو، لازم واحد بيتحط عكس التاني اهو. حط تحت القص، القص مقفول عليهم، انت اهو افتح لنا كده بس يا سيف الباب ده ثواني، عشان الناس اللي هي بتقول لك انت بايه بتفتم الزغاليل امتى وكده. الزغاليل دي لسه الزغلول ده مجهز بيلقط مع اهاليه، بس انا مش هفتمه دلوقتي لان هو الزغلول لسه ما فيش حاجه في سنه، ولسه هنقول عمليه الفطم الزغاليل بتتم ازاي. ده انا ممكن اسيبهم، وادي القصه اهم تحتيهم. هات بس الطاجن كده عشان الناس تلاقيه لو بان اهو، مفيش اي مشكله. تحتيهم الحمد لله اتنين لبه، وادي ابنهم برضو اللي هم بيزقوه، والقص اهو مقفل الباب. طب انت قافل الباب ليه؟ هو القص يعني يزقوا ثلاث زغاليل هيزق ازاي؟ هو كده كده النتايه بتلبن في مرحله اللبه، بتلبن اللي هو الزغلين اللبه اللي تحتيها. طيب والزغلول اللي هو في قلب في قلب العين معاهم ده بيلقط، وبعد كده ابوه بيخش يساعده بشويه خشن وكده كده في قلب الباب، مفيش اي مشكله. تبص على الزغلين تلاقيهم متلبنين، وتبص على الزغلول اللي هو تحتيهم برضه زقينه الكلفه بتاعته. ده فضل وعدل من عند ربنا، لانك انت متابع الحمام بتاعك كويس كده. بتمسك اللي انت مثلا، ادي الطواجن كلها اهو، اعمار السنيه مختلفه اهو، ادي اهو ظبط الطواجن بتاعه، بيحط اللي هو الوسخ لا مؤاخذه يعني اهو في قلب الصفيحه، وبيقدم لهم اللي هو التحديق النضيف. طيب انت بتعمل كده ليه؟ بعمل كده لان صحه الزغلول في قلب الطاجن بتاعه. ازاي صحه الزغلول في قلب الطاجن بتاعه؟ طول ما الزبل معجن في قلب الطاجن، طول ما الطاجن مبلول، الزغلول بيبتدي بعمليه اللي هو يدبل، عملية اللي هو يكون مبلول، عملية اللي هو الزغلول يفضل يخس واحدة بواحدة بواحدة، بتلاقي الزغلول خلاص اللي هو صحته بتنزل معاك، مع ان بياكل كويس، مع ان انت مهتم بيه كويس. اهو المعلم لسه ما كحتش الطاجن اهو، وادي الطاجن اهو نضيف. لازما اللي هو الطاجن او الزبل او ان كان تحديق او ان كان نشار او ان كان طينة، اي حاجة بتحطها للطواجن تحتيها لازما اللي هي تكون ناشفة، ما ينفعش اللي هي تعجن. ادي اهو وادي الصفيحة من جوه اهي، اهي ولا بقى مبلولة ولا اي حاجة. وادي اهو بيسيب الزغاليل اهو في قلب الصفيحة بتاعتها. لو اللي هي الصفيحة متبهدلة ولا اي حاجة، بيعمل بعملية تبادل، لان بيبقى فيه كام صفيحة كده احنا بنحطهم يتشمسوا، فاللي هو بيجي بياخد اللي هي النضيفة دي اللي هي بتكون متعقمة من الشمس ومتطهرة، وبيحط مكانها اللي هو صفيحة، بياخد الصفيحة اللي هي المعجنة وبيطلعها في الشمس، وبيحط لهم صفيحة نضيفة تاني. هذا اهو المعلم اهو،
ادي اهو الطاجن اهو. طيب ورينا كده يا سيف عشان نختم مع الناس كده برضه عشان خاطر انت نظفت الطاجن ده. ورينا بقى عايزين نشوف الزغلول كده ايه من تحت بيبقوا عاملين ازاي. ادي اهو الزغلول. لا اقلب الزغلول بقى كده. بص يا جدعان اهو لو الكاميرا موضحه ادي الزغلول ولا متبهدل من تحت ولا معجن من تحت ولا اي حاجه. ادي اهو الاثنين مقاس بعض، الاثنين في سن بعض. أوه. الله ينور عليك يا معلم. وبيجي اللي هو برضه في وجبه الفطار الصبح بيجي بيحط لهم اهو ادي المكلف اهو وشويه اللي هم الكلفه بحيث اللي هو القص هو الحمام سايب بحيث اللي انت برضه لو الزغلين يشدوا شويه كده القص يطلع ياكل معاهم الزغلين يبتدوا اللي هم يجروا في قلب اللي هو المكلف بيلقطوا مع اهاليهم. ودي اللي هو كده النهارده دي كانت برضه اللي هو طريقه عمل التحديق للحمام وبترمي لهم برضه بتسيب لهم الدرج ده بعد ما بتخلص خالص اهو بتسيب لهم الدرج بتاعهم خالص اللي هو مليان تحديق بحيث اللي هو الحمام اللي هو يحدق منه وتمام التمام والحاجات الغذاء والعناصر اللي هي بتبقى ناقصه للحمام انت بتقدر تقدمه لهم باللي هو التحديق والحاجات دي. فانتظرونا من جديد لجديد مع علي ادم مش هتقدر تغمض عينيك واوعى تروح لبعيد وتعالى شوف الجديد.